لما جه تعارض مع بطوله ليه في كاس العالم للانديه ومع منتخب مصر، قال لا الاولويه علشان الناس ترجع تاني وتراجع حساباتها، الاولويه لمنتخب مصر علشان نصحح المفهوم مره تانيه. منتخب مصر ليه الاولويه؟ لعيبه مصر ان شاء الله قادره انها تتجاوز مباراه غانا وتقدر توصل لدور المجموعات وتكون الاستفاقه ان شاء الله من المباراه المقبله باذن الله. وكل التوفيق لفيتوريا وكتيبه فيتوريا وكل رجاله منتخب مصر الوطني. هنروح ايضا للنادي الاهلي. النادي الاهلي واحنا بنقول ان انجازات النادي الاهلي وجوائز النادي الاهلي لا تتوقف. احنا بنقول ان 2023 بفضل الله، بفضل الله اولا، ثم بفضل مجلس اداره النادي الاهلي، ثم بفضل الجهاز الفني لفريق الكوره، اللاعبين، الاجهزه الطبيه الفنيه، اللاعبين، الاجهزه الاداريه، وقبل ده كله جمهور النادي الاهلي. 2023 كان وش السعد على جمهور النادي الاهلي. قبل كده شفنا الكاف وهو بيكرم النادي الاهلي افضل نادي في افريقيا، عندنا افضل لاعب محترف داخل القاره بيرسيتاو، افضل هدف محمود كهربا، وكان الشناوي بينافس على افضل حارس مرمى. جوائز ما جاتش من فراغ وتتويجات ما جاتش من فراغ، ده مجهود جماعي وناس بتشتغل وناس بتتعب. يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله هيكون في تكريم اخر، لكن تكريم دايما بيبقى ليه طعم مختلف وليه ميزه مختلفه، ان هو اولا في دوله الامارات الشقيقه، ولما بتتكلم عن دوله الامارات الشقيقه يعني بتقول افضل استقبال لكل من يمثل النادي الاهلي. حفل جلوب سكر اللي هيمثل النادي الاهلي فيه ان شاء الله الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. في 2020 كان اقيم الحفل وايضا توج النادي الاهلي من قبل، لكن الحفل القادم ان شاء الله يوم الجمعه القادم هيكون حفل مختلف وفيه مفاجآت مختلفه. زي ما احنا شايفين دلوقتي معانا على الهوا ده يعني بعض اللقطات من حفل 2020 جلوب سكر اللي كان مقام في دبي، وتكريم النادي الاهلي ووجود الكابتن محمود الخطيب بان النادي الاهلي هو افضل نادي في الشرق الاوسط. النادي الاهلي ما بيكتفيش بالجوائز والبطولات، دايما النادي الاهلي بيبص للمستقبل، دايما النادي الاهلي بيسعى للافضل. النادي الاهلي لما بيروح لمنصات التتويج عايز يروح مره واتنين ودايما يكون واقف. ده اللي حصل في 2023 في السنه الافضل والسنة الاستثنائية اللي النادي الأهلي توج فيها بست بطولات، أيضا فيها بطولات قارية وفيها ثالث العالم. حفل بيضم العديد من نجوم العالم وأساطير العالم في لعبة كرة القدم، هيكونوا متواجدين إن شاء الله في حفل جلوب سكر. هنقول بقى 2024 إن شاء الله هيقام في دبي يوم الجمعة القادم، وهيكون إن شاء الله في مفاجآت زي ما احنا شايفين الكابتن محمود الخطيب وهو قدامنا هو بيستلم هنا جائزة النادي الأفضل في الشرق الأوسط، هيكون إن شاء الله يوم الجمعة أيضا. ولكن خلينا نروح بقى للمفاجآت، ومعانا دلوقتي على التليفون الأستاذ تامر الصراف ممثل جائزة جلوب سكر في مصر. تحياتي ليك يا أستاذ تامر. أهلا أهلا كابتن أسامة، زي حضرتك؟ منور قناة الأهلي. ده النور نورك نجنوجك يا فندم، انت اللي منور. في البدايه يا استاذ تامر يعني اتكلمنا عن جائزه جلوب سكر، اهميه جائزه جلوب سكر علشان كل المشاهدين اللي بيشوفونا وبيسمعونا دلوقتي. زي ما حضرتك تفضلت، يمكن دي تاني مره الاهلي يصل الى منصه التتويج في جائزه جلوب سكر، ولكن المره دي هي مختلفه يمكن شويه عن المره اللي حضرتك ذكرتها. المره الاولانيه كان فيها رمزيه نادي الاهلي، بخلاف ان هو كان عام استثنائي من الانجازات كان ليها رمزيه كمان ان هو نادي القرن. المره دي النادي الاهلي بكل المقاييس هو المرشح الابرز والاقرب الى نيل الجائزه السنه دي عن افضل نادي في الشرق الاوسط، وده لسببين. السبب الاول ان هو النادي الوحيد في الشرق الاوسط اللي تحصل على لقب قاري، وهو كسب الشامبيونز ليج الافريقي، دوري الابطال الافريقي، دوري الابطال الافريقي، وكمان كان مع شقيقه اتحاد جده في كاس العالم للانديه، ولكن طبعا
النادي الاهلي تحصل على الميداليه البرونزيه والمركز الثالث كعاده تتويجات النادي الاهلي. فالمره دي جايه من انجازات قويه جدا، جايزه من تصويت جمهور صوت بالملايين، كله طبعا وضع النادي الاهلي في المقدمه في التصويت، ويمكن ظهرت على اكثر من موقع واكثر من صحافه وجرائد مطبوعه اتكلمت على ده. فطبعا يعني كعاده الاهلي يعني تتويج جديد ان شاء الله، ونتمنى يوم الجمعه يكون اضافه قويه يعني باذن الله. السنه دي الحفل هيقام فين يا استاذ تامر؟ الحفل الماضي اقيم تحت برج دبي او برج خليفه، السنه دي بقى؟ السنه دي مقام طبعا في مكان مهم جدا جدا، وهو جزيره اتلانتس او في دبي طبعا بطبيعه الحال، ومكان معمول بشكل مميز جدا جدا، وزي ما حضرتك تفضلت في التقديمه جايبين من ابرز نجوم العالم، يعني كل المتوجين او كل المرشحين العالميين موجودين في الحفل، من نادي مانشستر سيتي وعلى راسه بيب جارديولا المدير الفني الى رموز عالميه معتزله من كره القدم، وطبعا الدعوه موجهه لاساطير كره القدم من مستوى رونالدو وخلافه، مع مديرين فنيين عالميين زي فابيو كابيلو وغيره، انفنتينو طبعا رئيس الاتحاد الدولي، ومجموعه كبيره جدا جدا من الرموز المعتزله والحاليه في كره القدم. طبعا كان في يعني نجوم عالميين في لجان التحكيم، ابرز النجوم العالميين اللي كانوا موجودين في لجان التحكيم برضه؟ فابيو كابيلو هو الابرز، واحد من اهم المديرين الفنيين في تاريخ ايطاليا وفي العالم، مع طبعا مجموعه كبيره جدا اخرين من مدير الفنيين ولجنه الحكم والفيفا. وزي ما قلت لحضرتك، هو الاهلي دائما في نطاق جائزته هو الابرز اللي هي اجبرت الجميع او خلت الجميع طبعا بيدي صوته للنادي الاهلي ويجعله المرشح الابرز يعني. دايما النادي الاهلي بيلاقي يعني استقبال اكثر من رائع في دولة الإمارات الشقيقة. الاستقبال النادي الأهلي طبعا هيكون على رأس الوفد المتواجد أو يعني هيروح للحصول على الجائزة الكابتن محمود الخطيب. أبرز الحاجات اللي بتستعدوا بيها إن شاء الله لاستقبال النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب. عايز أقول لحضرتك إن يمكن من لحظة تأكيد كابتن محمود الخطيب إن هو هي هي هيصل إلى المهرجان والمؤتمر ويتلقى إن شاء الله تعالى الجائزة والترشح لأفضل نادي في الشرق الأوسط، وتهتفت كل وكالات الأنباء إنها تعمل لقاءات خاصة مع كابتن خطيب، ويمكن إحنا بقالنا كام يوم بنتواصل مع إدارة النادي الأهلي الإدارية وكل القائمين عليها لتخصيص وقت لانترفيوهات او لقاءات عالميه مع كابتن محمود الخطيب. ده يوضح قد ايه هم حاطين ثقل كبير جدا للنادي الاهلي، مش بس من منطلق ان هو بياخد جايزه احسن نادي في الشرق الاوسط، لا هم عارفين ان مكانه الاهلي هي مكانه دوليه وعالميه. ف يعني مش عايز اقول لحضرتك كم الطلبات او الحاجات اللي بعتناها لاداره النادي الاهلي لاستقبال كابتن الخطيب او عمل لقاءات خاصه معاه يعني. وده حجم النادي الاهلي الحقيقي يعني. واحنا بنتكلم عن حفل عالمي، حفل كبير يعني هيتابعه الملايين، لو ممكن على الهوا يعني تقول لنا وننفرد بابرز الاسماء العالميه والمشاهير اللي ممكن يكون ليهم تكريمات خاصه في هذا الحفل او الحصول على جوائز خاصه. طبعا زي ما حضرتك تفضلت، هي جائزة عالمية، هي واحدة من أهم ثلاث جوائز موجودين في العالم. يمكن العالم دلوقتي اللي بيتابع ذا بيست وبيشوف النجوم العالميين كلها واقفة على المسرح، تخيل أنت عندك رمز مصري خالص اسمه كابتن محمود الخطيب ممثلا للنادي الأهلي، واقف بنفس الوقفة وبنفس الموقع العالمي اللي موجود دلوقتي في ذا بيست. فهي جائزة جلوب ساكر الحمد لله واحدة من أهم ثلاث جوائز في العالم، مناصفة مع ذا بيست وبالون دور أو الكرة الذهبية اللي بتقدم. فطبعا هي جائزة كبيرة وعالمية وعظيمة جدا ويستحقها النادي الأهلي. بعض الانفرادات طبعا السنة دي معمول مجموعة من المفاجآت الكبيرة، سواء
من توجيه الدعوة لأساطير كثيرة جدا جدا في كرة القدم. في كمان حدث كده هيحصل بشكل لطيف ترفيهي هيقدمه نجوم العالم، وهو حاجة اسمها فود فور شامبيونز، أو إن النجوم العالميين دول هيطبخوا أكل مع بعض كده ويقدموها لكل الحاضرين والمدعوين. فطبعا هتبقى فيها جزء من الطرافة يعني شيء طريف جدا ومحبب للناس، انها تشوف مثلا حد زي هالاند ممكن يكون بيطبخ حاجه وبيقدمها للناس، بخلاف مواهب اخرى غير كره القدم. مواهب اخرى غير كره القدم فعلا، دي حقيقه. فطبعا هتبقى فيها شويه حاجات لطيفه جدا، بخلاف زي ما قلت لحضرتك في طابور طويل من وكالات الانباء وقنوات التلفزيون العالميه اللي طالبه لقاءات خاصه مع كابتن خطيب، وطبعا بطبيعه الحال مع الاساطير الاخرى اللي موجوده معاه. بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ تامر، يعني وان شاء الله يوم الجمعه القادم برضو يعني ممكن يكون في تغطيه مهمه على قناه النادي الاهلي لكل جماهير النادي الاهلي في الحدث الاهم ان شاء الله، وهو يعني حصول النادي الاهلي على جائزه جلوب سكر. بنشكر الاستاذ تامر الصراف ممثل جائزه جلوب سكر في مصر، حطينا في الصوره اهميه الحدث ده. بيدعونا وبيدعو كل واحد او كل مشجع منتمي للنادي الاهلي انه يفخر بناديه. شوف النادي الاهلي في 2023، شوف مجلس الاداره اللي دايما بيشتغل ودايما بيتعب علشان يحط النادي الاهلي في المكانه الطبيعيه، هي دي المكانه الطبيعيه بتاعت النادي الاهلي، انه يتحط وسط النجوم العالميين، دايما يتحط وسط التكريمات، دايما وسط الاحتفالات العالميه. علشان كده انت كمشجع للنادي الاهلي دورك مهم جدا في مساندة النادي الأهلي وقت ما بيقع، ازاي تقوم ناديك، ازاي دايما تبقى داعم ومساند للنادي الأهلي، وفي نفس الوقت ازاي تكون فخور بتاريخك الماضي والتاريخ اللي بيتصنع للمستقبل بفضل الله أولا وبفضل الناس كلها اللي بتشتغل في منظومة النادي الأهلي.